السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا أبو؟ الحمد لله. يا رب دائما بخير، بارك الله فيك. الله يعافيك يا رب. سؤالي معلش، واحد يشتري شقة بالإقساط في المساكن الشبابية وهو يعلم حرمتها. طيب السؤال ايه؟ ما السؤال؟ واحد يشتري شقة في مسكن الشباب وهو يعلم المحرمات في الإرث، ما جزاؤه؟ والله إذا كان يعلم أن هذا لا يجوز وخالفه عليه جزاء المخالف. جزاء المخالف؟ والله جزاء المخالف لم يحدد، ولا يلزم أن في كل مرة يقول لك لازم تنجلد 70 جلدة أو 100 جلدة، الله أعلم. العصاة كثيرون وأنواع المعصية متعددة، والجزاء عند الله، قد يعذب وقد يعفو.